لليوم الثاني على التوالي واصلت قوات التحالف الذي تقوده السعودية عملياتها العسكرية لانتزاع السيطرة على مدينة الحديدة غربي اليمن من الحوثيين. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن شهود عيان قولهم إن قتالاً ضارياً اندلع في جنوب المدينة بالقرب من المطار الرئيسي، كما أفادت مصادر عسكرية وطبية بمقتل عشرات الأشخاص معظمهم من الحوثيين في مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف في منطقة تبعد نحو كيلومترين عن بوابة المطار الواقع في جنوب مدينة الحديدة وسط غارات مكثفة من قبل طيران التحالف. التحركات الأولية تشير إلى نية قوات التحالف تطويق المدينة، إذ قال مسؤولون أمنيون يمنيون إن نحو 2000 جندي عبروا البحر الأحمر من قاعدة بحرية إماراتية في أريتريا بانتظار أوامر بالانتقال من الغرب بعد أن تستولي قوات الحكومة اليمنية على ميناء الحديدة. وتزامن ذلك مع تحرك القوات الإماراتية مع قوات الحكومة اليمنية من الجنوب قرب مطار الحديدة، فيما سعى آخرون إلى قطع خطوط إمدادات الحوثيين في الشرق وفقاً لأسوشيتد بريس. كما أشارت التقارير إلى أن التحالف ضرب أيضاً الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء في الشمال لمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين الذين يسيطرون على المدينتين. الحوثيون بدورهم واصلوا تعزيز مواقعهم استعداداً لمواجهة قوات التحالف، حيث حفروا الخنادق وأقاموا السواتر والتحصينات في أهم شوارع الحديدة. وجميع القطاعات، وزارة الداخلية ومكتب الوكيل وجميع يعني قطاعات يعني الدفاع يعني متواجدين ومنتجرين على الساحل وفي المدينة وفي كل مكان وللأعداء بالمرصاد. الهجوم الذي يعد الأكبر في الحرب المستمرة منذ سنوات أثار تحذيرات من جهة عدة من أن الكارثة الإنسانية قد تتعمق، فميناء الحديدة يعد المنفذ الأكبر لما يدخل اليمن من غذاء ودواء ومساعدات يعتمد عليها نحو ثلثي سكان البلاد. ما يقتحم الحديدة هو عمل تستطيع أن تقول أنه عمل جنوني، عمل جنوني بكل ما تعنيه الكلمة، لأن الحديدة مدينة مكتظة بالسكان. الحديدة تمثل الشريان الرئوي لليمنيين كلهم جميعا. لكن السعودية والإمارات أعلنتا خطة مساعدات للحديدة والمناطق المحيطة بها تتضمن إنشاء جسر بحري إلى الحديدة من أبو ظبي في الإمارات وجازان في السعودية. واليوم فإن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدمون بمبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الحديدة لتشمل كامل المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وغيرها من المناطق. ورغم المعارك بقي ميناء المدينة مفتوحاً حسب ما أكد مسؤول فيه لوكالة الصحافة الفرنسية، ويعد الهجوم أول محاولة من جانب التحالف لانتزاع السيطرة على مدينة رئيسية شديدة التحصين من الحوثيين الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن ازدحاماً بالسكان بما في ذلك العاصمة صنعاء.